في خطة صيانة عندنا فنان موجودة، وفي عندنا شركة زي شركة إرماس شغالة في صيانة الجرات، دي مسؤولة بتعمل الصيانة الدورية والصيانة الوقائية، وبتعمل العمارات الخفيفة والمتوسطة والعمارات الكبيرة، وليها جدول ماشي عليه الشهر. ممكن حضرتك تزور الشركة هتعرفي الجدول ماشي ازاي. طيب يا فندم، حضرتك يعني انا عارفه ان الحوادث يعني الحمد لله تمكنت الهيئه مؤخرا من ان هي تسيطر عليها، لكن يعني على الايام اللي فاتت دي شهدنا تعطل قطارات وتوقف حركه، حضرتك دي راجع لايه؟ يعني هل دي راجع هو حضرتك لما تبقي حضرتك عندك عربيه موديل الستينات منتظره منها ايه في 2017؟ منتظره انها توديكي اسكندريه مره واحده؟ مش هتسخن؟ طيب يا فندم، لو هنتكلم على نقطة ايه، حضرتك تحدثت عن طفرة وعطل الركاب بطفرة، بس فعاوز حضرتك تعلق لي ايه الجديد اللي هتقدمه ان شاء الله. احنا فيه اهتمام كبير بنظافة القطارات اكتر من الاول بكتير، ونظافة المحطات، وفي زيادة عندنا في الامن الاداري اللي موجود في القطارات عشان تأمين المسافرين. وفي بنركب دلوقتي مراوح في عربيات الدرجة الثالثة عشان فصل الصيف داخل، فالجمهور ما يعانيش من شدة درجة الحرارة. وان شاء الله يعني كل خير لجمهور ركابنا الاعزاء ان شاء الله.